أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ننتقل وإياكم إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بقضية البدعة، وهي الانحرافات في التبديع. الناس في موقف من البدعة والتبديع كما هي العادة في سائر الأمور طرفان ووسط، فمنهم من انحرف إلى جانب الإفراط والغلو فبدع ما ليس ببدعة، ووسع مفهوم البدعة وأدخل فيها ما ليس منها، وبدع من لا يستحق التبديع أو غال في التبديع. ومنهم من انحرف إلى جانب التفريط فضيق المفهوم وأباح بدعا، حتى أن بعضهم كاد أن يقول أنه لا يوجد بدع إلا البدع الكبار، يقول بدعة الاعتزال وبدعة الخوارج وبدعة القدرية بس. وإذا جئت مثل هذه الأمور التي بدع في الأذكار يقول لا، هذا ما هي بدعة، البدعة بدعة القدرية والجبرية وبدعة الجهمية. والموفق من وفقه الله فعرف ما هي البدعة، وعرف ما هي السنة، وعرف ما هو المباح. فليس كل شيء إما بدعة وإما سنة، فقد يكون أمرا مباحا لا سنة ولا بدعة. ومن الناس من عنده غلو في البدعة من جهة الانحرافات في هذا الباب، ولنذكر أمثلة. أولا التساهل والتسرع في التبديع. تقدم معنا أن الابتداع والإحداث في الدين أمره عظيم، وأن منزلته خطيرة، وأنه يجب الحذر، وأن التسرع في التبديع هذا باب من الإثم، لأنه عدوان. أنت تتهم واحد أنه مبتدع وهو ما هو مبتدع، ولابد من الحذر من هذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري، أنه هذا فيه تنبيه وزجر لمن يتساهل في التفسيق والتبديع والتكفير. فإذا رمى أحدا بأنه مبتدع أو فاسق أو كافر وذاك بريء، رجع على القائل. وقلنا إنه ليس معنى ذلك أن القائل يصبح كافرا تلقائيا أو فاسقا أو يعني مبتدعا تلقائيا، لكنه ترتد عليه معصية تكفيره وتفسيقه وتبديعه ويبوء بإثمها، كما قال النووي في شرح صحيح مسلم. وقد وجد عند بعض الظلمة من الناس المعتدين في هذا الزمان وغيره التساهل في رمي الناس بالبدع، وأول ما يخالف شخص مبتدع ضال مضل، كما قلنا عن في موضوع التكفير اليوم أن طائفة من خوارج العصر والغلاة يسارعون إلى تكفير بعض الناس واتهامهم بالردة. واحد عامي ما يعني يمكن ما أحد علمه شيء معين في الدين، فيجي يسألوه أنت كذا، طيب عامي جاهل كان أعداء الله قد سلطوا عليهم سهام التجهيل سياط التجهيل وما سمحوا لهم بتعلم دين الله، أنت جاهل إذا أنت مرتد. ما يجوز، اللي ما يعرف هذه هم يفترضون المسألة، اللي ما يعرف هذه مرتد، تعال نذبحك يا أخي المرتد. مهزلة يعني استباحة الدماء. وأنا أظن طبعاً بعض هذا من خطط أعداء الإسلام، زرع ناس يظهرون مظهر يعني يظهرون فكر الخوارج أو يشجعون
غلاة عندهم فكر الخوارج ويتيحون المجال لهم ولا يحذفون مقاطعهم من الشبكة، لأن هؤلاء الكفرة يريدون أن هذه المقاطع تنتشر حتى يتم تشويه صورة الإسلام. فإذا رأيت بعض أهل البدع من الغلاة، من غلاة التكفير واتهام الناس بالردة واستحلال الدماء، إذا رأيتهم يمكن لهم وتنشر مقاطعهم، فاعلم أن هناك من يريد هذا التوجه لكي يعني يقول الناس سواء من غير المسلمين أو حتى من الناس اللي لا كيف هذا، شوف الدين، هذا الدين، هذا الإسلام. الشرع مثلا الله قال عن الكفار: فإذا لقيتم الذين فضرب الرقاب، اضرب رقبة الكافر، تجي على جنبه على خلف، لا، هؤلاء يذبحون المسلمين من الأمام. الحين الله قال: فإذا لقيتم فضرب الرقاب على الكفار. وبعض الغلاة أيضا يدعون الانتساب لمذهب السلف لتشويه مذهب السلف ومنهج السلف، وهم مصادمون لمنهج السلف. ومن ضمن هؤلاء المتسرعين في الحكم بالبدعة ما وفروا في اتهامهم في التبديع لا علماء ولا دعاة ولا طلبة علم، ما وفروا أحدا. أحيانا يخطئ مثلا داعية أو طالب علم، يخطئ على طول المبتدع، الحكم جاهز معلب مغلف سلفا معد. وأحيانا يختلف معهم في قضية اجتهادية، يعني ما حتى ما تصنف أنه خطأ، ما تصنف أنه خطأ، على طول يا مبتدع، أنت مبتدع، أنت مبتدع، طيب ليش بتتهمه الآن؟ لماذا تحكم عليه بالبدعة؟ لأنه اختلف معه. لو اختلف معه في وجهة نظر، مسألة اجتهادية، طب مسألة خلافية، خلاف فيها سائغ، على طول الاتهام جائز، أنت مبتدع، جاهز، أنت مبتدع. وكذلك تخطئة المجتهد المخطئ، يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أهل العلم أن منهم من هو مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فيأتي هؤلاء الغلاة إلى المجتهد المخطئ ويقولون مبتدع، أنت مبتدع، أنت مبتدع ضار المضل، لا يجوز القراءة لك ولا سماع كلامك ويجب هجرك إلى آخره، طبعا لأنه فيها مترتبات. مثل قضية التكفير، أنت مرتد ضال مضل، صحوات مدري إيش، حلال الدم والمال، اذبح، مالك حلال. إذن هذه يعني هذا الغلو يترتب عليه عدوان، وليس مجرد حكم نظري أنه فلان مبتدع، فلان كافر، فلان مرتد، لا، في وراها خطوات. فإذا قالوا مثلا فلان مرتد، وراها ذبح، وراها استحلال المال. إذا قالوا فلان مبتدع، وراها الهجران، أنت يجب هجرك، أنت ما يجوز، أنت ما. وتجد أن بعض هؤلاء المبدعين صغار في السن، مثل بعض هؤلاء أهل الغلو في التكفير، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. شوف هذا مشهد، يعني أنا شهدته بنفسي، جاء واحد من هؤلاء إلى طالب علم في الحرم، طبعا هذا طالب العلم يمكن عمره ضعف هذاك، هو ما أدري ضعف أو ضعفين، فجاء هذا الشاب، هذا الصغير، مو بيده، بنعاله جاء من ورا، سواله كذا بالنعال كذا، وخزه بنعاله، قال: التفت هذا طالب العلم، التفت، قال: انت فلان؟ قال: نعم.
قال سود الله وجهك يوم تسود وجوه. هذه التحية التي ألقيت عليه، يعني يقصد أنك أنت مبتدع وعلى حسب تفسير الآية يوم تسود تبيض وجوه تسود وجوه، يعني تسود وجوه أهل البدع. شيء طيب، أنت أولا يعني كم عمرك، كم صار لك في العلم، من يعني كم متنا قرأت وأنهيت، وإيش نصيبك وحظك من العلم؟ هذه من مصائبنا، مصائب الأمة. فلان مبتدع، ليش مبتدع؟ لأنه أثنى على فلان. فلان مبتدع، ليش مبتدع؟ لأنه ذم فلان، فصارت القضية خلاص هي مسألة على الأشخاص يعني. طيب هذا فلان مقطوع، يعني مثلا إذا واحد مثلا واحد أثنى على إبليس، أثنى على أبي جهل، أثنى على أبي لهب، مسألة واضحة يعني. لكن أثنى على واحد يعني أمره غامض، ما هو مقطوع به منتهم، طيب من وقعت منه أخطاء، أي أنت أثنيت عليه، إذن أنت مبتدع. ليش تثني عليه؟ أنت مبتدع ليش؟ لأنك نقلت جملة من كتاب فلان، وحيث أن هذاك مبتدع، طب الجملة التي نقلت بدعة؟ لا، ما هو ضروري، مجرد النقل خلاص، مجرد أنك نقلت منه أنت مبتدع. يا جماعة، أنا مثلاً ممكن أنقل عبارة من واحد كافر، يعني الآن كلام الكفار كله غلط، ما في كفار، في بعض كلامهم صحيح. يا أخي أنا نقلت أي شيء، مثلاً واحد كافر أعطى نصيحة في الزواج مثلاً، من الكفار ما عندهم كلام أحياناً في حكمة، في مثلاً معالجة إغراق الأطفال في وسائل في, في في الانترنت مثلا. ما في كفار عندهم حكمة في معالجة إغراق الأطفال في الانترنت؟ ها، في يعني بعض الكفار تقرأ كلامهم، وكنت أحذر أبنائي من دخول من التعامل مع المجاهيل عبر الشبكة، وأقول لهم إن التعامل مع المجاهيل لا يصح. الآن هذا كلام مو حكمة؟ طب أنا لو نقلته عن واحد كافر أو امرأة كافرة كتبت مقالا في تحذير الأولاد الصغار من التعامل مع المجاهيل في الشبكة، إيش حكم نقل هذا الكلام؟ عبارة صحيحة. طيب أنا الآن لو نقلت عن واحد كافر، هل يكفر الإنسان إذا نقل عن واحد كافر؟ فتجد التبديع هذا الضال الآن، تبديع الغلو الظلم، يبدع فلان لأنه نقل عبارة من شخص عليه ملاحظات. طيب العبارة اللي نقلها هي نفسها صحيحة ولا باطلة؟ أنت مبتدع، ليش مبتدع؟ لأنك تتعاون مع الجمعية الخيرية الفلانية اللي فيها واحد من المبتدعة كذا. الآن أي واحد تعامل مع جمعية خيرية فيها واحد يصير هو مبتدع؟ من طعن في الشيخ فلان فهو مبتدع. ليش هو أبو بكر وعمر؟ يعني من طعن في الشيخين فهمنا هذه يعني حكمه يعني. لكن أن يعقد التبديع بناء على مدح فلان أو الطعن في فلان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا أو ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. مجموع الفتاوى. من الانحراف في هذا الباب التسلسل في التبديع، فلا يكتفون بتبديع من وقعت منه البدعة، بل يقولون على فرض طبعا وقعت منه بدعة، بل يقولون من لم يبدع فلان فهو مبتدع، ومن لم يبدع فلان فهو مبتدع، وهكذا تسلسل سلاسل.
ومن لم يبدع من لم يبدع من لم يبدع من لم يبدع فلان فهو مبتدئ. وتجد أن ميزان التبديع على حسب مثلا الموقف الشخص، يعني مثلا يعجبه فلان اليوم فمن مدحه ما يقال له شيء، اختلف معه غدا خلاص فهو مبتدع، والذي لا يبدعه فهو مبتدع. فالمسألة على المزاج، على حسب الوفاق والخلاف، لا على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني من حضر درس في فلان فهو مبتدع. طيب إيش الحين هذا واحد من الحضور يا أخي إيش ذنبه؟ طب في واحد مبتدع حضر درس شيخ، واحد من أهل السنة حضر درس نفس الشيخ، يقول لا كيف يحضر معه في نفس المجلس؟ هذا مبتدع. إذا ما ذميت فلان أو ذميت الجماعة الفلانية فأنت مبتدع. وما أسهل كلمة ألحقه به. سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن عبارة عبارة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع ومن ليس معنا فهو ضدنا، فقال منكرا: من هو صاحب هذه القواعد ومن قعدها؟ ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله: ما نصه ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، وكذلك التفسيق والتبديع. فهذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تسرع بعض الشباب في ادعاء العلم. قال الشيخ الألباني: والمقصود أن هذا التسلسل وهذا الإلزام غير لازم أبدا، هذا باب واسع، قد يرى عالم الأمر واجبا ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه من باب الاجتهاد، لا يلزم الآخرين أن يأخذوا برأيه، الذي يلزم بأخذ رأي الآخر إنما الذي يلزم بأخذ رأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم عنده، وهو الذي يجب عليه أن يقلد. أما من كان عالما فالذي كفر أو فسق أو بدع ولا يرى مثل رأيه فلا يلزمه أبدا أن يتابع ذلك العالم. انتهى من سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله. هناك طبعا مزيد من هذا الأمر في قضية القواعد في موضوع التبديع، ونحن تكلمنا عن البدعة، ما هي البدعة حقيقة، أمثلة على ذلك، وانتقلنا بعدها إلى مسألة التبديع بغير حق والتبديع ظلما وعدوانا، حتى نأتي على الأمر من الجهة الأخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية.